زوار متابعي يلا كرة، اهلا وسهلا بيكم. الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اعلن بشكل رسمي عن النظام الجديد لدوري ابطال اوروبا واللي هيتم تطبيقه ان شاء الله بداية من موسم 2024-2025. طبعا النظام فيه اختلافات كبيرة جدا عن النظام الحالي للبطولة، عشان كده احنا معاكم النهاردة علشان نحدد لكم ونوضح لكم النظام الجديد للبطولة اللي هيتم تطبيقه ان شاء الله السيزون اللي جاي، لأ اللي وراه، لأ اللي وراه بإذن الله. اول تغيير في نظام البطولة والتغيير الاكبر طبعا اللي هيكون في دور المجموعات من المسابقة، ان البطولة هتتكون من او دور المجموعات هتتكون من 36 فريق بدلا من 32 فريق. طبعا كلنا عارفين ان النسخة الحالية والنظام الحالي بيتكون من 32 فريق مقسمين ل 8 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق، لكن في النظام الجديد هيكون 36 فريق كلهم في مجموعة واحدة. وبناء على كده، بما ان كل الفرق هتكون في مجموعة واحدة شاملة عدد 36 فريق، هيتم عمل قرعة، كل فريق هيلعب 8 مباريات. كان طبعا قبل كده بناء على النظام القديم كل فريق بيلعب 3 مواجهات او مع 3 أندية، 3 مواجهات ذهابا و3 عودة. دلوقتي لا، هيلعب 8 مباريات، وخلال القرعة هيتعمل قرعة تانية علشان يتحدد خلالها كل فريق هيلعب 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه. يعني بشكل مبسط أكتر من كده، كل فريق هيلعب 8 مباريات ضد 8 أندية مختلفة، وهيتحدد خلالها عن طريق قرعة 4 مباريات الفريق ده هيلعبهم على أرضه و4 مباريات هيلعبهم خارج أرضه. بعد كل فريق ما يلعب 8 مباريات بتوعه في دور المجموعات، هيتم ترتيب الأندية كلها من رقم 1 لحد رقم 36. الأندية أصحاب الترتيب من الأول للثامن هتتأهل تلقائيا طبعا لدور الستاشر. بكده يبقى معانا نص دور الستاشر كامل. النص الثاني هيتم تحديد الأندية المشاركة فيه ازاي. الأندية من المراكز التاسع حتى الاربعة وعشرين، دول هيكون عددهم 16 نادي، هيتم عمل قرعة ليهم، كل فريق هيلاعب فريق تاني مباراتي ذهاب وعودة. يعني فرضا الفريق صاحب المركز التاسع هيلاعب الفريق حسب القرعة مثلا ما تطلع له، هيلاعب الفريق صاحب المركز الخمستاشر مباراة ذهاب على أرضه ومباراة عودة خارج أرضه، والفائز منهم يتأهل تلقائيا لدور الستاشر. طبعا الستاشر فريق اللي هم من التاسع للاربعة وعشرين دول لما يصفوا مع بعض هيتأهل منهم 8 أندية، واحنا عندنا 8 أندية متأهلين بالفعل لدور الستاشر اللي هم أصحاب المراكز من الأول حتى الثامن. كده يبقى كملنا دور الستاشر من البطولة. بداية من دور الستاشر مفيش أي اختلاف في نظام البطولة عن النظام الحالي ليها. هيتم عمل أو إقامة مباريات دور الستاشر بنظام الذهاب والعودة، ودور الثمانية برضو بنظام الذهاب والعودة، وقبل النهائي ذهاب وعودة، وصولا للنهائي اللي بيقام من مباراة واحدة طبعا يويفا والاتحاد الأوروبي واللي بيحدد المكان اللي هتقام فيه مسبقا. خلينا بقى نرجع لورا كده خطوة برضو ونشوف نظام التأهل للبطولة. طبعا كلنا عارفين نظام التأهل الحالي بتتأهل 32 فريق حسب التصنيفات بتاعت الدوريات اللي يويفا بيحددها قبل او بعد نهاية كل موسم وقبل إقامة القرعة، لكن مع زيادة 4 أندية هيكون فيه اختلاف طفيف نوعا ما في نظام التأهل. طبعا كلنا عارفين يعني دوريات زي انجلترا واسبانيا وايطاليا والمانيا بيتأهل منهم 4 أندية لدور المجموعات، او هيبقى دور المجموعة الواحدة في دوري ابطال اوروبا. اما اصحاب التصنيف الخامس والسادس اللي ممكن يختلفوا هم حاليا في النسخة الحالية، هم طبعا فرنسا والبرتغال، كان بيتأهل فريقين مباشرة وفريق الثالث بيلعب في مرحلة التصفيات. لكن مع النظام الجديد يويفا قرر ان الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري المصنف الخامس اوروبيا هيتأهل او هيكون من ضمن ال 36 فريق المشاركين. طبعا في السابق كان الفريق صاحب المركز الثالث في التصنيف الخامس ده بيدخل مرحلة البلاي اوف اللي بتنقسم لقسمين، قسم مسار الابطال وقسم مسار البطولة. مسار الابطال كان بيتكون من 8 فرق بيتأهل منه 4 اندية لدور المجموعات، ومسار البطولة كان بيتكون من 4 اندية بيتأهل منه فريقين لدور المجموعات. مسار البطولة هيفضل زي ما هو مفيش فيه اي اختلاف، لكن مسار الابطال هو اللي هيختلف وهيزيد عدد الفرق المشاركة فيه
لعشر أندية علشان يتأهل منهم خمس أندية لمرحلة المجموعة واللي المكونة من 36 فريق. يبقى كده احنا حددنا الفريق الاول اللي هو هيكون صاحب المركز الثالث في الدوري المصنف رقم 5 زائد فريق اضافي هيتم اضافته على مسار الابطال. هيتبقى مقعدين عشان نكمل 36 فريق في البطولة. المقاعدين دول هيتم تحديدهم عن طريق حاجة اسمها الجدارة الرياضية. الجدارة الرياضية دي حسبة بيعملها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، بيحدد اكتر دوريين انديتهم عملت اداء كويس ونتائج كويسة في البطولات الاوروبية، وبيختار من كل اتحاد من الاتحادين دول فريق زيادة عن الكوتا المخصصة ليه علشان بكده يكمل 36 فريق. فيما يخص نظام قرعة البطولة لغاية دلوقتي حتى الآن يوفا لم يحدد بشكل رسمي الطريقة اللي هتقام عليها قرعة البطولة، لكن وفقا للتقارير الصحفية في أوروبا في خيارين قدام الاتحاد الأوروبي ممكن ان هو يختار من واحد منهم علشان يكون ده نظام إجراء القرعة. النظام الأول بيتكون من 4 تصنيفات، كل تصنيف بيتكون من 9 أندية، 4 تصنيفات كل فريق 9 أندية. كل فريق في كل تصنيف هياخد فريقين من تصنيفه، فريقين من التصنيف الثاني، فريقين من التصنيف الثالث، فريقين من التصنيف الرابع وهكذا. لو الفريق ده في التصنيف الثاني هياخد فرقتين من التصنيف الثاني وفرقتين من الاول وفرقتين من الثالث وفرقتين من الرابع، وبكده يكون كل فريق اتحدد له الثمان مباريات الخاصه بيه. لكن النظام الثاني اللي برضو الصحافه العالميه اتكلمت عنه خلال الساعات اللي فاتت دي هو نظام 4 تصنيفات، كل تصنيف بيتكون من 9 انديه، كل تصنيف هيتحدد من خلاله فريق هيلعب مباراة مع فريق من التصنيف الثاني، مباراة مع التصنيف الثالث، مباراة مع التصنيف الرابع وهكذا علشان يحدد ايه الثمان مباريات اللي هو هياخدهم في مرحلة المجموعة. وبكده كنا خلصنا الشرح المبسط بتاعنا عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا اللي زي ما قلنا إن شاء الله هيتم تطبيقه خلال موسم 2024-2025. شكرا ليكم.